الطائفة اليهودية لها عاداتها وتقاليدها الاجتماعية المختلفة ولها ظروفها السياسية المختلفة. وكما تابعتم أننا منذ أيام حاولنا اللقاء بالحاخام يحيى يوسف ومنعنا، الحقيقة لم نمنع بقدر ما كان توجيه وزير الداخلية يتتم المقابلة بالتنسيق مع الأمن القومي والأمن السياسي. وعندما ذهبنا إلى المدينة السياحية للقاء الحاخام فوجئنا بأنه يجب علينا أيضا أن نحضر موافقة الاستخبارات العسكرية. طيب متى انتقلتم من صعدة إلى المدينة السياحية؟ احنا انتقلنا في عام 2007. 2007؟ اي نعم. ليش؟ يعني بسبب الانذار الذي توجه لنا من الحوثيين في آل سالم. انكم تغادروا، ايش كان سبب الانذار؟ والله ما عندنا حق ولا عندنا اي شيء ابدا ابدا. ما بلد عوي يعني واهية، ما بش هناك اي دليل، اي دليل يعني. وشلوا بيوتنا واراضينا وسياراتنا يعني، ونهبوا مكتبة تاريخية حقتي. يعني في نهب تم هناك؟ أكيد. شلو... طب أنت واثق أنهم الحوثيين مش ناس ما مرتبطين بالحوثيين؟ كيف؟ أنت واثق أنهم هم الحوثيين؟ هم الحوثيين في أسهل ما الذي أدوا الإنذار؟ أي الإنذار والذين هب هم 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 نشوف. إحنا أول ما انتقلنا إحنا نقدم شكرنا وتقديرنا للرئيس السابق علي عبد الله الصالح. هو الذي جابنا من صعدة وقرر لنا السكن وقرر لنا المواد الغذائية والصرفة اليومية وكل ما نحتاج إليه، حفظها الله يعني. ما قصر معنا هل أبداً. أنتم تواصلتم معه واشتكيتم ولا؟ نعم نعم تواصلنا معه واشتكينا معه وكل حاجة وقام معنا بالواجب. وهل كان في عهد الرئيس علي عبد الله صالح الإجراءات هذه اللي أنا أرى أنها مخالفة للقانون اللي تعرض لها برنامج قناة اليمن اليوم عندما حاولنا أن نحاورك، هل كان نفس هذه الإجراءات موجودة في عهد الرئيس صالح؟ شوف يعني في كل المقابلات معي يعني عن طريق وزارة الداخلية، موافقة وزارة الداخلية كل المقابلات كل في عهد الرئيس صالح وبعد. نعم الرئيس نعم صالح. نعم. طب ليش ليش تقبل بهذا الكلام وأنت يهودي يمني؟ يعني من حقك يعني. أنا من حقي هم يعني مثل ما تقولي عن طريق وزارة الداخلية هم المسؤولين يعني عنا، تمام؟ كوننا يمنيين وإحنا يعني ممثلين للدولة اليمنية، أي حاجة ما نعمل أي حاجة إلا برأيهم يعني. لا بس أنا مثلا لو أحد يشتري معي مقابلة أو أي يمني يشتري معي مقابلة ما رح يجيب إذن وزير الداخلية. أيوة يعني شوف ليش يعني أنتم؟ هل هذا اضطهاد سياسي يعني؟ هل أنا شوف يعني هذا يعني إحنا متفق عليه يعني مثل ما تقولي شوف يعني يكون التصريح من وزارة الداخلية لنا، تمام؟ وإحنا كوننا حريصين على الوطن وسمعته وسمعة المسؤولين والمشايخ مثل ما كل واحد حريص على نظر عيون. ها يعني هم قلقين انكم ممكن تكون في تصريحات معينة تسيء للدولة للحكومة؟ هم من حقهم، هم من حقهم يعني. لا مش من حقهم. من حقهم يعني ان يعرفوا وش احنا نقول وش ما احنا لا نقول. لا مش من حقهم. ايوه بس احنا يعني شوف احنا حريصين على الوطن وسمعته وسمعة المسؤولين والمشايخ يعني مثل ما الانسان حريص على نظر عيونه. يا حق يا استاذ يحيى مش من حقهم، الناس خرجوا للساحه يتظاهروا من اجل التغيير وقالوا كلام كثير جدا في المسؤولين وفي المشايخ، وكان كلام حين تجاوز اطار الالتزام الاخلاقي مع كثير من الانتقادات السيئه، وهذه التغيير هو الذي جاب هذا الوزير، فكيف من حقه انه يمنعك انك تتكلم؟ انا ممكن اجري مقابله مع اي شخص في الشارع وما حدش له الحق انه يوقفني، انا ما أخذ عمري ما قد اخذ تصريح من وزير الداخليه في اني اتكلم عن وسيله اعلاميه. احنا شوف يعني انا من حقي انا يمني شوفي ومن حقي اني اتكلم ما في راسي، ما حد منعني ابدا، انا من حقي. طب اني لاحظت ان الزنانير مش موجوده واعتقد انه كانت موجوده لفتره قريبه، متى بعدتها وليش؟ احنا بسبب يعني بعض الاوقات ان احنا نتعرض للمشاكل في الطرقات او في الاسواق بسبب يعني ناس جهلة من المسلمين، جهلة يعني قليلين تعليم. متى قصيتهن؟ احنا قصيناهن قبل فترة، قبل باقي سنتين يعني، بسبب المشاكل اللي نشوفها اليهودة مشي على طول الزنانير ولا على كبرها ولا على صغرها، اليهودة من داخل في القلب. صدقت، اليهودة في القلب. يعني أشفهم حاجة، في مدرسة خاصة بالطائفة اليهودية؟ لا أنا ما أحب، أنا رفض ذلك. ليش؟ عند وصولنا من صعدة قالوا يا يحيى احنا بنعطي لك يعني مدرسة داخل المدينة السياحية خاصة بالطائفة اليهودية. قلت لا يمكن ذلك ابدا. انا لا احب يعني اني نعزل عيالنا، عندما اقوم اخصص لهم مدرسة، هنا المدرسة لليهود وهنا مدرسة للمسلمين، يعني كلفت يعني اني زرعت في قلوب عيالنا يعني مثل ما تقولي تفرقة واشكالية في عمران
معهم مدارس خاصه بالطائفه اليهوديه. بالطائفه اليهوديه. اي لان كم يا ناس متخلفين وكم يا ناس قليلين تعليم سواء كانوا عند يهود او عند مسلمين. ايوه يعني في مضايقات كثيره. كم عدد المسلمين اللي تزوجوا يهوديات؟ في ناس خيره يعني تتزوج مسلمين تزوجوا يهوديات. في ناس مسلمين وفي ناس يهوديات كلمتك يعني اسلموا من ريده مع ناس مسلمين. زي قضيه نينا زي واي. ايوه نعم نعم. ايش قضيتها؟ هل بالفعل اجبرت اختطفت ولا لا تزوجت ب ما بش هناك اي شخص يجبر اي شخص ابدا ابدا. هذا المراه وهي وعده بنات يعني ساروا برضاهم وخيرتهم واسلموا برضاهم واسلموا يعني لديانه الاسلام. سؤال ثاني كمان، كان في يهوديات مسلمات تزوجن يهودي؟ ما فيش. ليش؟ ما فيش يعني. طيب فيما يتعلق بالزواج وطقوس الزواج، من سن كم تتزوج؟ احنا من يعني الزواج عندنا من سن 17 18. طيب اذا تزوجت واحده اصغر من 17 16 14؟ لا ما نزوجها يعني. يعني عندكم ضد يعني انتم ضد زواج الصغيرات؟ ايوه نعم. يعني مثل ما تقولي 18 سنه وصلت السن القانوني خلاص قد هي عارفه مالها وما عليها. احنا نعاني بعض المشاكل من سخر الوجيه. ها وزير الماليه. وزير الماليه. اها بس ان احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان لا يوليه لا على مسلمين ولا على يهود ولا على نصارى ولا على مسيحيين. ليش 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 هكذا زعلان؟ احنا لازلنا تحت الفجايع. الفجايع؟ ايه تحت الفجايع. وكل ما تبخيرنا من الفجعه حق بدايه العام افتجعنا في نهايه العام قالوا يخرجوا من المدينه السياحيه. احكي لي فجايع صخر الوجيه لكم من اول فجيعه، ايش الفجيعه الاولى حق بدايه في بدايه العام؟ كل بدايه عام يعني بدايه العام هذا يعني 2012 قال صخر الوجه نرجع لصاده، ان وزاره الماليه لم عد قادره ان يعني تسدد ايجار المدينه السياحيه بخصوص هذا الغرض. كون المشاكل قد انتهت وكذا كذا وعليهم العوده الى مساكنهم كيف يصلحوها لكم؟ اثثوها من جديد بعد ما تدمرت؟ خربوها دمروها صلوها الارض. بس هو مش عارف يعني. والانسان ما ينطق بكلمه ولا يقرر اي اصدار اي قرار لا وهو متأكد. واني أضم صوتي إلى صوتك وأقول يا أستاذ صخر الوجيه أنت ناشط حقوقي، وبالتالي رجاء لا تعاونوا مع الطائفة اليهودية. كفاية المعاملة القاسية الذي تعرضوا له بسبب بعض المتخلفين بعض المتطرفين.